سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد نهار الفيديو هذا. المهم هذا الفيديو داير لكم بحب صراحه، وانا فرحانه واحد شويه من هذه الجهه هذه. كيف ما شفتوا معايا في العنوان نهار جديد، وان شاء الله ديما كنقول لكم بدايه ديال حياه جديده ان شاء الله. وانا كيف ما كتشوفوا بديت شويه في ترتيبات ديال حياتي، وبديت شويه كنجهز اموري شويه بشويه. ودابا معايا عمتي أسير، جبتها معايا اول مره غادي تشوف الدار ديالي تقريبا. اول مره غادي تشوفها، وقولي لي عمتي كيف جاتك؟ زوينه صباح الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا حنا في الدار ديالي يسرى اخيرا في الدار ديالي يسرى. تبارك الله، غزاله تبارك الله، كبيره وبصعه كما كتشوفوا مشمشه. الله يكمل عليها بالخير، يعني الدار هي الاساس، وعاد نشوفوا حوايج واحده اخرى. شنو كاين؟ المهم درت هالدوره هذه اللي فرحانه بها بزاف، الحمد لله وشكرا لله. واخيرا شديت السويتات ديالها، شديتهم شحال هذه، وكيف ما شفتوا جبت لكم الحيط ديالي اللي كان عندي في الدار الاخرى. واخا غيبيت، والله الا غيبيت، والحيط كاين في الصالون، والحيط على حقه وطريقه. والمهم جبت معايا عمتي، وما تنساوش تدخلوا عند اسرتي الجميله. مازال ما حطيتش الفيديو وصلتي المولدية. ودابا دابا المشكلة هي السمات، هي اللي خلات لها الاسم. أما شحال حنا صراحة شحال ديال السنات كنقول لك، والو عمتي غديري أسرتي المغربية، ودابا كتقولي أسرتي الجميلة. البارح في اللايف ماشي البارح، هو البارح قلت له أسرتي الجميلة، ودابا دابا صرتي ناس عاطلة. أسرتي المغربية صراحة أسرتي الجميلة، تا هي زوينة، تا هي زوينة، حيت كيوت. المهم أسرتي المغربية مازال ما حطيت فيها حتى شي فيديو، مازال ما حطيت فيها حتى مازال، ولكن كنت شتي ما الناس صاحبتي ان شاء الله. المهم ضروري اختي تجميل على عمتي ان شاء الله، الا هذه عمتي تجمعوا عليها الكريم. وكنبغي نشكرك دائما كدعميني، كنشكرك في الخاص، ودابا جات المناسبه باش نشكرك قدام الجمهور ديالك. يسرى هي اللي كانت مسانداني من الاول، واخا كيوقع لي مشاكل وكيوقع لي العراقيل في هاد القناه هادي، كتقول لي لا عمتي تا حنا وقع لنا وتا حنا طحنا ونضنا، وديما كتشجعني وكتساندني بالبارطاج بالهضره من اي ناحيه، كتساندني وكتشجعني. وصراحه هادشي ما عمري نساه صراحه، وكنشكرها بزاف، وربي يعطيها عقد قلبها وعقد نيتها ولا يحشم معايا. شكرا كنتمنى حتى انا القناه حاجه وحده ما عجبنيش هي البني حدايا. اصلا انا في الدار الدوبلكس اللي كانت شحال هادي كنت كانوا البني حدانا، ازعاج قلت واش زعما ماشي سهله اللي كيستهون بهذه القضيه هذه، راه ماشي سهله. وفني كيكونوا في الدرجه الاولى كيكون شويه مثلا غير الدقان، اما ملي كيوصلوا الفوق كتولي واحد الماكينه كتخدم كدير ملي كتحس بواحد الفرق كبير بين هكا وهكا. زعما حتى الان ما كان استطاع ولكن حابسين البني، ولكن ملي غيبدا وحدايا لا صافي كنجي بعد الباس كنبقاو حابسين حدا ما الدار الاولى مثلا، ها هما طلعوها عرفتي عرفتي بقعه انفاس معنا شويه شويه بداو فيها البني، بقعه جنبنا الاحياء الجديده هي هادي ضروري. عرفتي صراحه هادي حاجه وحده مكرهاني، اما الطبقي كلشي زوين، لا من الدخله لا من كلشي. بعدا انا داري اقامه ماشي موبل، يعني كنت ديما كنا ديما كنسكنو في موبلات، وهم الصراحه بحال اقامه بحال موبل، غير هو الاقامه كتكون احسن مثلا كيكون فيها عساس كيكون فيها كاسير اللي كيصوب دروج ديما نقيين مزيان صراحه. لا ماشي ضروري هما الدخله، ضروري ان شاء الله مازال الدخله، هاد الشهر غير البدايه، مازال ان شاء الله غادي ندير لكم الدخله والاقامه على حقها وعطها برايات دروج زوينين قيام. المهم زوينه بلا دابا الكونسيرج الدور ديالو داك الدباز على الجيران على انتي ما سيقتيش انتي كديري داكشي. انا صراحه ما عنديش معاه اصلا، كنقول انا في الدار بوحدي ما كيعجبنيش داك السوق تاع العيالات بزاف والهضره والمدارزه كتموض، انا ما كيعجبنيش داكشي. علاش من الاحسن هكا كتخلصي ضروري كتكون عندك واحد الحاجه جليه وما كيتوسخوش، والاحسن ديما دروج زوينين ديما مقيين وكيكون قبلهم الكونسيرج ما كيتوسخوش. والمهم البنات عندي واحد الحاجه انا في داري،
البنات سمحوا لي بزاف قطع التصوير داك البيت هذا وجيت لهنايا حيت داك الصداع ديال عمران ولد عمتي كيدير صداع، وانا ملي كيكون صداع حدايا كنكون كنهضر وما كنكونش كنركز كاع شنو كنقول، كنبقى نهضر وصافي عقلي كله كيكون مع داك اللي كيغوت حدايا، داكشي علاش ما كنقدرش هكا كنبقى كنهضر كنهضر ما كنقدرش نستحملها. وفوق هادشي فاش قطعت عابر التصوير شفت التصوير الضو بحال فيه الاكس، هذا كنبان بحال الاكس ديالي، يعني داكشي ما جاش زوين كاع التصوير نهائيا ما جاش، لان الضو اللي تما ما والمش كنبانو زورق ما كنبانوش كاع كيف ما حنا في الواقع. هذا ما كان المهم الضو ما عجبنيش كاع، والتصوير كان ما عجبنيش داك البيت، داكشي علاش جيت هنا بوحدي وشويه ديال الراحه هنا او حتى حتى انا تنهضر هو كيغوت يغوت يغوت يغوت، داكشي علاش من الاحسن هنا. المهم البنات انا غادي نشرح لكم علاش حد الان مازال ما جاتش للدار، وحد الان مازال ما وريتها لكمش. انا صراحه كنتريط بزاف، متقله 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 بزاف، ولكن هذا النهار الغايه من هذا الفيديو وريتكم السويته ديال داري، وريتكم السويته ديال داري شي حاجه مزيونه بزاف وعجبتني بزاف، وهانتوما كتشوفوا الحياه كيفاش دايره، كنوريكم حاجه بحاجه شويه بشويه، ما فيها حتى شي عيب ما فيها حتى شي باس، انا واحد الانسان باغي تستر كنجيرو في الخير ما كنجيروش في الشر نهائيا. انا اصلا صراحه ملي كنت صغيره وعندي داك العقليه ديال صافي شنو غادي نجلس ندير نتزوج وندير داري، شنو غتكسي ديري مثلا تخرجي هذا تشوفي هذا تلاقي مع هذا، فمن الاحسن ديري دارك من حدك صغيره. بالنسبه لي هذه عقليتي، هذه العقليه ديالي، وتا شي واحد زعما ما كنظن انها في الواقعيه وعلى حق، ما كنظنش انني غادي نكون غلطه. ديال وليدات كنتي صغيره تزوجي وانت صغيره من الاحسن صراحه، يعني اي حاجه غديريها ديريها في هكا خارج الزواج ديريها وانت مزوجه، تسافري وانت مزوجه، تولدي وانت مزوجه، تعيشي واحد الحياه الزوجيه واحد الحياه اسريه مزيونه. انا هكا الفكره ديالي، بغيت ندير اسره الله يسخر لي فيها يا ربي يا ربي تكون معايا وتحقق لي كاع داكشي اللي بغيت، حيت كنجري في الخير ما تنجريش في الشر. مثلا ماشي سمعت للناس بزاف حتى خلاوني نخرج على السيطره ديالي، انا متحديه كلشي، وكذلك الزوج ديالي متحدي بزاف الناس حتى هو باش نتلاقاو يا ربي تجمعنا في الخير. زعما الناس اللي ما باغيناش وكيبقاو يقولوا حقا البدايه كيفاش كانت والنهايه ما عرف كي غادي تكون، شحال من بعد لا دابا كتكون محبه شحال من مره وشحال من خربه ولاد جامع، شحال من واحد كيكون مفلس وما شنو وكيجمع راسو كينوض وهذا بقى عاد. حنا اللي ماشي بحال هادشي، زعما حنا ماشي خربه ماشي شي حاجه اللي خايبه كاع في مره، درنا اغلاط وكنحاولوا نصحوهم عادي، درنا اخطاء في حياتنا اللي ما كاينش واحد ما غلطش كنحاولوا نصحوهم، باغي نديروا اسره ديالنا داكشي. واحد مثلا دوز واحد المعاناه ونساهم، وتجي مثلا وحدين ونبقاو نفكروا فيهم باش ما يكملش معايا مثلا، وباش ما يسخرش لنا الله مثلا باش زعما يبعد مني وانا عاوتاني كذلك شوفي هو شوفي دار فعل وصنع. المهم بزاف الحاجات وانا كنحاول ما نسمعش داكشي نهائيا، وهو كذلك، ويا ربي تجمعنا في الخير. و اللي كيجري في الشر يا ربي لا خذ فيه الحق، اللي كيجري في الشر الله يا ربي تاخذ الحق، يا ربي تاخذ فيه الحق، حيت وحدين باغيين يتجمعوا في الحلال وحدين لا طلقي، وهو كيمشيو يقولوا له طلق طلق طلقي، كدير واحد الفعل شيطاني، حيت الشيطان احسن حاجه عنده هو الطلاق، احسن من اي حاجه عنده الطلاق عنده هو المرتبه الاولى. علاش؟ لانه ملي كتطلقي مثلا كتكون واحد التفرتيكه زوينه عنده بالنسبه ليه، مثلا الاب كيمشي يدير شي حاجه الام تمشي دير شي حاجه، الله اعلم على واحد كل واحد وعقليته. الاولاد حتى هما ملي كيكونوا عاوتاني كبار كيكبروا كيفلسوا نوعا ما، كيلقاو الحريه كيلقاو الغفله كيفلسوا، يعني الطلاق كيكون فيه بزاف ديال الحوايج. انا مثلا فاش طلق ماما بابا شويه بحال هذا بحال بغيت نطيح واحد شويه فهمتوني، وكيجي بابا كيجمعني شويه وكيجي عاوتاني العقيل اللي عندي الحمد لله كنتوكل وكنفيق، وربي معايا الحمد لله، ربي معايا كيف ما كان الحال، ربي معايا في كل شيء كنلقاه الحمد لله، وكيفاش كيصوب لي اموري الحمد لله وشكر لله على كل حال. بالنسبه لعائله زوجي اللي كنحترمهم وكنقدرهم بهذا المنبر هذا، انا ما عنديش نكذب
انا اللي مشيت عندهم حقا قلت لي يسرا ما غتمنعيش صوركم مشيت عندهم ما غتمنعيش صوري ويسرا ما كتصورش اي حاجه في الحياه ديالها ما غاديش نصورها وانا كيفاش غادي تكون الحاله ديالي وانا تنصورهم ما نقدرش نزير وهما غيبقاو يشوفوا بعضياتهم وما نقدرش اول مره ما ندخل عند الناس نصور من دارهم ولا ثاني مره ولا ثالث مره ما يمكنش فقط شي خليني بغيت يقيق خليني ماشي تيق ما تيقش وفقط شي كامل راه ماشي شي حاجه اللي زعما تستاهل ان انسان يكذب عليها ويحط راسه في هذا الشيء نهائيا وصافي الشيء اللي كاين بالنسبه للصلح ديالي انا مع ماما ما كاينش كيكونوا بعد المحاولات ما عندي واخا مجروحه بزاف منها مجروحه ما قادراش نسمح لها وهكا كنصوني لها ولا شي حاجه هي ما تتجاوبنيش انا ما تصالحتش معاها وصافي الشيء اللي كاين اللي كيقولوا تضربت بمقله ولا شي حاجه وداك تخربت كامل انا غير كيوصلوني غير لقطات داكشي كامل ما كاينش واش انت كنتي معانا ولا شي واحد كان معانا براني ما كان معانا حتى شي واحد براني ولا حتى شي واحد مثلا غادي يوصل الهضره ولا شي حاجه نهائيا فهمتي هذا ما كان البنات وشكرا بزاف على التتبع ديالكم قلت لكم انا عندي واحد قلت لكم انا علاش مازال حتى الان ما قادتش مزيان عندي واحد الكولوار واحد الحيط في الكولوار وماشي جايني حتى في البيت ولا في شي بلاصه اللي مغطيه مثلا في الحمام ولا شي حاجه اللي تقدري تغطيها بشي حاجه هكا وتستريها بشي حاجه لا جايني في الكولوار يعني مع الدخله كيبان لك الحيط هكا مقشر وغير من تحت صراحه يعني ماشي معيق بزاف الا ما حليتيش وشتيها ما تشوفيش ولكن انا راكم عارفيني باغا ندير كلشي بيرفكت كلشي يكون زوين على حقه وطريقه ما يكونش داكشي مثلا العكاع الخنونه كي كنقول بغيت يكون داكشي كله منظم كلشي زوين قبل ما ندخل الدار وقبل ما نبداو نفرشوها ضروري خاص داكشي يتصلح وداكشي علاش مثلا غيتصلح راه ضروري غادي يدخلوا ناس ومعلمين الدار وانا حوايج اللي جبتهم من دارنا راني حطاهم في الصالون وخاصنا داكشي ضروري نجروه لهاد البيت ولا لشي بيت اخر باش وصورتو باش منين يدخل شي واحد ما يبقاوش الحوايج تما واخا داكشي ما فيه ما يدي شي حاجه ولا هذا يعني ماشي لي صراحه ميت لي السوء انه يشكروا ليا شي حاجه ولكن ما يشوفونيش حوايجي زعما واخا ما عندي يعني في الشواكش ولكن بلا من الاحسن زعما يدخلوا على الحوايج ويبقاو يشوفوهم هكاك فمن الاحسن جري حوايجك هكا البيت واخا هما بزاف يعني ما عرفتش واش يقد بيت ولكن من الاحسن هكا تجري الحوايج الاساسيين هكا البيت صورتي وديك الساعه عاد تقدري تعطي صورتات للمعلم ولا شي حاجه اللي غادي يصوبوا ليا داك الحيط انا غادي نوري لكم مقطع التصوير وغادي نوري لكم داك الحيط كيفاش داير لانه شويه مكرفص واحد شويه نوعا ما مكرفص واحد شويه حيت سكنوا فيها ناس قبل مني قبل ما نجي انا سكنوا فيها الواحد مده هكا عام ولا عام ونص ما ماكداش بالضبط وراكم عارفين شويه تكرفص سي نورمال يكون شويه تكرفص ماشي مشكل ولكن هي من شي ناحيه اخرى مزيان يعني بحكم انهم قصوا فيها شويه مده طويله راه بخير كان غير داك الحيط وصافي كان واحد شويه في الصالون وصافي لكن شي حاجه اللي اوفر ولا شي حاجه اللي معيقه بزاف ولا هكا ما تقدريش وبالنسبه لينا حنا صافي بلا ما نقول انا واش ما غادي يجي القدام ولكن هذا الشيء اللي غادي يكون القدام من هذا الفيديو للقدام كله ان شاء الله باذن الله غادي يكون ديال تحضيرات وتجهيزات للدار لانه صافي انا طلع لي شي فراسي طلع لي فراسي تقلب بزاف هادشي بزاف راكم عارفين صافي ضروري غادي نبداو هادشي من هنا للفوق غادي نبداو في الدار ونخدموا على راسنا هاد الكسل وهاد بلاتي ما فهمتش انا علاش بلاتي علاش صافي نجيبو راسنا ونقدو امورنا وهذا مكان والله يجازيكم بالخير الناس اللي كتعي معنا في التعاليق الله يجازيكم بالخير غير بغيت نوضح واحد الحاجه انه ولينا حنا في واحد الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب لانه انا كنشوف شحال ديال الظلم كذبه مع العلم سبحان الله غير الصباح قلنا هاد الهضره في طبلات الفطور قلتها لعمتي قلت لها زعما الناس كلشي كيقول لي كذابه وهي قالت لي مع العلم ما كذاباش هكا درت اقسم بالله الا هكا قالت لي مع العلم ما كذاباش ولكن سبحان الله العظيم هكا الدنيا دايره غاليه بالعكس ولكن حنا واحد الشاب الا بغاو يثيقوك كيثيقوك ما بغاوش يثيقوك ما كيثيقوكش على حسب مصلحتهم هما
هذا ما كان ما عندك ما ديري لهم واش نقول لهم لا انا تقصي تحلفي وتقصي، ولكن صافي انت كتلقيها. ونقول واحد الحاجه، انا اصلا كون كان فيا الدغل ولا كون كنت ما غنمشيش عند عائله زوج ديالي وهذاك الشيء كامل، راه ما نقولهاش. انا اول وحده اللي قلتها لكم في اللايف قلت لكم راه نهار العيد غادي نمشي عندهم، قلت لكم راه نهار العيد غادي نمشي عندهم. يعني انا اصلا انا اللي قلت لكم هذه المعلومه هذه، كون ما كانتش انا ما غاديش نقولها. راه شحال هذه بعدا في رمضان بقى لي الزوج زعما زهير اجي اجي اجي، ما جيتش في رمضان ما مشيت حتى في معنديلاش، قلت انا حتى نهار العيد غادي نمشي، وكذلك هو يجي عندنا هو جا عندنا وحنا مشينا عندهم. صافي هادشي اللي كاين. وحقا انت كون كنتي بصح مشيتي ما تمنعيش التصوير، وكون راكي صورتي واش حسن لكم؟ انا ملهوفه على التصوير، انا ملهوفه كاين شي حوايج في حياتي ما صورهمش، خصوصا كنعرف انه اي غادي فيديو زوين وغيطلع كلشي وما عرفتش شنو، ولكن راه هما ما باغيينش واش نفرض عليهم يتصوروا، وكاع بلا ما نفرض عليهم نصور ماكلتهم. انا ما نقدرش نصور ماكلتهم كيشوفوا فيا ولا شي حاجه، ما نقدرش. انا ما عنديش داك الفعل هكا كل صويره ليا هي شخصيه وداكشي ليا صورتوش وما نصوروش. علاش؟ صافي هادشي اللي كاين. ايوا المهم هذا ما كان، غنمشي نوريكم داك الضربه في الحيط، نمشي نوريها لكم. صافي انا فرحانه، انا فرحانه. اجي شدي انظر بهذا. صافي دابا البنات غادي نخرجوا باش نوصل عميته، عميته نوصلها للمدينه. صافي جلست معانا في الحفله هذه السيمانه كلها جلعت جلستها معانا، الله يجازيها بالخير. وبالنسبه لاختي انا ما طلعتهاش داك التصويره القديمه اللي حطيتها في انستغرام قديمه، ماشي ديال اختي دابا وما تلقيتهاش. وصافي هذا ما كان. هانتوما البنات شوفوا هي هذه الضربه اللي في الحيط، وقلت لكم جايه في الكولوار هانتوما، ولكن صراحه حيط صغير جاي من هنا لهنا، حيط صغير وجايه هكا وغير في التحت ما جايش الفوق كاع، ولكن ضروري خاصها تصوب. شوفي اختي شوفي يعني تزيد شويه الحيط طالع كامل. هانتي هادشي ما مسلكش، ما مسلكش هادشي، خاصني ضروري نصوبو. كنحيدو هادشي، كنحيدو حيت اصلا يتعاود، راه ما يمكنش يخليو هادشي هكا. شوفو عندي هنايا هاد الحيط هذا حالة وحالة، خاصو تصوب ضروري. هو هذا هو هذا الحيط اللي مدروجيني هاد الايام، وخاص نجيبو المعلم باش يصوب هادشي هذا ان شاء الله. المهم انا وريتكم، شوف يا حبيبي شوف حبيت التصبيب. يلا بدا كيجي قدي هذاك اللي وريتكم داك النهار في اللايف، يلا تيسع ليا شويه. انتم وعندي واحد شويه هنا، هادي راه صغيره وراه كتبان انا كبيره، هادي في الصالون ونورمالمون خصهاش تبقى، فهمتي؟ يعني واخا هنا نقدر ندير شي فاز ولا شي حاجه، ولكن ما تبقاش اختي. من الاحسن تغطات